طيب يقول ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد يعني راتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا يصلون جلوسا أو يجلسون خلفه وتصح قياما. وإن كان بعض أهل العلم وكلام شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يقول لا يصح لازم يجلسون، لكن الظاهر الله لعنه على قول أكثر أهل العلم لا ما هو لازم أنهم يجلسون تصح قياما. نعم. قال رحمه الله وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه يعني هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه، هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه. إذا كان مختلفا فيه فيه خلاف بين أهل العلم والخلاف معتبر طيب وهو مقلد لشيخ لعالم طيب فنصلي خلفه ولا شيء، صحيح أنه يصلى خلفه، صحيح أنه يصلى خلفه طالما أنه يعتقد أن هذا هو الحق. وكذلك لو ظن أنه يعني مثلا انتقض وضوءه لا ينتقض، مثل تغدينا لحم إبل مثلا وجاء وقت صلاة العصر قمنا نتوضأ هذا ما توضأ، يوم جاءت قامت صلاة صلى فينا لحظة هو أنت ما أكل لحم إبل، قال لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قلنا لحم الإبل ينقضه، قال أبدا أنا على مذهب الشافعي والشافعي عنده مذهب لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كيفكم أنتم؟ طيب هذا نصلي خلفه ولا ما نصلي خلفه؟ هو يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، نحن نعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، يصلى خلفه لأنه متبع هو يصلى خلفه. أو إنسان مثلا لمس امرأة عند الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء، عند أحمد لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فهنا الشافعي يقول مثلا ما أصلي خلفك، لماذا؟ أنت لمست امرأة ويجب عليك أن تتوضأ، قال لا بس لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا يجوز موضوع آخر لكنه لا ينقض، مثل السرقة، السرقة حرام لكن لا تنقض الوضوء، كذلك لمس المرأة حرام لكن لا ينقض الوضوء، فأنا وضوئي مكتمل، فهل يصلي خلفه؟ الصحيح أنه يصلي خلفه، أنه يصلي خلفه. مثل التشهد الأخير مثلا الإمام يرى أن التشهد الأول يكفي إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله انتهى الركن، مذهب أحمد لابد من الصلاة على النبي، كذلك مذهب الشافعي أنهم يرون أن الصلاة على النبي ركن في التشهد، بينما مذهب أبي حنيفة ومالك لا ليست ركنا، وإنما الركن ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى الركن، والباقي مستحب، الصلاة الإبراهيمية سواء كاملة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنها مستحبة ليست ركنا، فاختلفوا في هذا، فإن ترك الإمام هذا الركن لأنه يرى أنه ليس ركنا أصلا، يرى أنه من المستحب، وأسمعنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله، نحن نعتقد بطلان صلاته مثلا، لا نحن نعتقد لو نحن صلينا هكذا بطلت صلاتنا، لكن لا نقول ببطلان صلاتي لأنه لا يعتقد بطلانها أصلا، هو يعتقد أن هذا سنة وليس بواجب، وهكذا قس عليها غيرها من الأمور التي نرى نحن أنها واجبة ويرى أنها مستحبة مثلا ليست واجبة، يعني مثلا سجود السهو مذهب أحمد يرى أن سجود السهو إذا تركت واجبا يكون واجبا، بينما بعض أهل يرى أن سجود السهو كله مستحب وليس واجبا، فالإمام ممكن يصلي ويسلم ما سجد للسهو مع أنه سهى طيب ولم يسجد للسهو، نقول يا شيخ ما سجد للسهو كان سنة تركت سنة. فإذا هذه المسائل التي لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها، وأنتم ترون أحيانا الآن مثلا في بعض المساجد الإمام مثلا يأخذ بمذهب الشافعي فيقنت في الفجر دائما، ومذهب الجمهور أنه ما في قنوت في الفجر اللي هو قنوت الدائم هذا صلاة الفجر، ويرون أن الحديث الوارد فيه ضعيف ولا يرون القنوت في تخصيص الفجر يعني في القنوت، بينما هو على مذهب الشافعي يرى القنوت. هذه مسائل اجتهادية لا ينبغي الخصومة فيها، ولذا قال المؤلف ونقل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد،
مسائل الاجتهاد التي تحتمل، مسائل الاجتهاد التي تحتمل لا يجوز الإنكار فيها. نعم.